غير كسوف، من وجهة نظرك ليه الجملة دي دايما بتتقال؟ أغاني عمرو دياب القديمة كانت أحلى. انت بتشكري فيا انا بقى كده؟ بتشكري فيا انا؟ هو نوستالجيا بس، هي موضوع نوستالجيا. لا بس انا عايز اقول لك حاجه، كل عصر على فكره حتى من الجيل الجديد بيسمعوا القديم بيقولوا لا القديم كان احلى. لا اقول لك بص، هو في جيل جديد طالع عايز موسيقى جديده، عايز شكل غناء جديد، وعمر عمل ده، عمل الهاوس وعمل الريجاتون وعمل الحاجات دي كلها. ده كويس جدا، ده حاجه كويسه للفن يعني. انا معاك طبعا، دي مش وجهه نظري لان الاغاني الاخيره انا بحبها جدا، لكن انا بتكلم اني بسمع ده كتير قوي من الشارع وسط الناس، وده طبيعه شغلي ان اشوف الشارع بيتكلم بيقول ايه. ده كويس جدا لعمر كمان، لا انه كان القديم كان افضل الاغاني. طب ليه مش بينزل اغاني مثلا حزينه زي الاول؟ انا لسه في دراما شويه، قايل لك حاجه في هي بتاعت الالغام دي. قلت لك مفيش افضل واسوأ، مفيش كلام ده. الاغنيه حلوه او غير موفقه، انت زي انا يعني، ما تخافيش اغنيه حلوه جدا تملي معاك اغنيه رائعه، توزيع طارق مذكور، انت زي انا مثلا ما بلاش نتكلم في المرض، اغنيه جباره، اغنيه حبيبي ولا على باله اغنيه فوق الوصف يعني، فانت زي انا. وده جيلين يعني، جيلين، ما انا طارق من جيلنا يعني، طارق مذكور يعني.